بسم الله. نورمالمون المايك راه مريقل، نرقلو شويه الفوكس. فوالا، السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو تاع اليوم فريد من نوعه، بحيث جبت لكم واحد المنتج اول مره يجربه جزائري، وجربته معكم من فتح العلبه حتى للاستعمال. ثم راح نشارك معكم تجربتي، وراح تكون ممتعه ومفيده في نفس الوقت. المنتج هذا اللي هو عباره عن قفل ذكي من لامارك ايغراغ اير هاند. هاد لامارك اللي كي بعثت لي المنتج هذا وقالت لي جربه واعطينا رايك فيه. راح نجربه باذن الله في هذا الفيديو، ونوريكم الميزات تاعو، ونبداو من فتح العلبه حتى نوصلوا للاستعمال والميزات تاعو. المهم خاوتي، قبل ما نبداو ما تنساوش دعموا اخوكم يعقوب بلي لايك في هذا الفيديو، هكذا باش نواصل ونستمر في نشر هذا المحتوى. ما نطولش عليكم، فلنبدا على بركه الله. نبداو مع فتح العلبه، ومن بعد ندو البوابه تاعنا عند النجار يركب لنا هذا القفل الذكي فيها، وبعدها نجيبوها للدار ونتعرفوا على الميزات تاعها. هذه هي العلبة تاعنا، اللي هنا تلقى لامارك ايغراغ اير هاند، اللي هنا تلقى الموديل كولور، يعني المعلومات تاع المنتج اللي بعتولك، اللي هنا الميزات اللي راح نتعرفوا عليهم بعد قليل ان شاء الله. كما راكم تشوفوا، هذا هو التطبيق اللي نتحكموا فيه، يعني نتحكموا في هذا القفل الذكي عبر هذا التطبيق او اللي هنا تيا نلقاه في البلاي ستور ولا في الاب ستور، ويخدم بالواي فاي طبعا. المهم يلا نتعرفوا على العلبة تاعنا، شوفوا كيفاش تجي. فوالا، تجي هكذا العلبة تاعنا. يلا نفتحوها. بعد ما مسحوا العلبة تاعنا لقاو هذه اللي نقيسوا بها، تسمى كي تديها للشخص اللي يركب لك هذا القفل الذكي في الباب تاعك، تدي له هذه باش يقيس عليها ويقص، يعني باش يخرب الباب كيما هكا. بهذه يقيس لهنا هذا كتيب التعليمات، فوالا. ولهنا المنتج تاعنا والاكسسوارات اللي تجي معاه. نبداو مع هاد الاكسسوارات، هادو لي بولون والامورات تاعو كما راكم تشوفوا. هادو لي بولون تاعو، وهادو لي كارت. هاد لي كارت خاوتي باش تفتح الباب، يعني باش تفوتها برك هكذا تفتح الباب. دونك نزيدو نتعرفوا عليهم من بعد كي نديرو التجربه. هاد السوار ايضا، هاد السوار باش تفتح الباب، تكون حاطو في يدك تفوت برك يدك قدام هاد القفل الذكي برك يتفتح. فوالا، هذا كاين زوج هاو اللي هنا السوار، هذا هو. واللي هنا وين راهي، هادي تركبها في الباب، هادي باش نركبوها الاكسسوارات تاعو كيما على بالكم، وهادي طبعا اللي تركب في الباب. هاي اللي هنا الان نهزو هادو كامل لي كارت، هادو كامل لي كارت. وهذا هو المنتج، هذا هو المفيد خوتي، هذا الجزء الداخلي تاع الباب اللي يجي لداخل. تقدر تحطلو لهنا لي بيل لي كيبون، لهنا تحطو لي بيل، من بعد نجربوها ان شاء الله. وهذه ايضا باش تركبها في الجزء الداخلي، وهذه تاع الجزء الخارجي. هاي اللي هنا تجي فيها البصمه، يجي فيها تشعل هنا باش تحط الكود تاعك منه. كي نجربوها تزيدوا تشوفوها مليح مليح. هذا هو القفل الذكي تاعنا والاكسسوارات تاعو. كما شفتوا محتويات العلبة تاعنا، وطبعا تقدر تشري القفل على حساب حجم ولا شكل الباب تاعك، تشريه بالحجم ولا بالشكل اللي تحبه انت. وطبعا بعد قليل نركبوها في الباب تاعنا ونجربوها مع بعض. يلا نتعرفوا على اهم الميزات اللي في هذا القفل الذكي. تقدر تفتحه بعدة طرق، كما البصمة ولا الكود ولا هذه اللي نسموها كارت، تقدر تفتح بها، وفي حتى براسلي تقدر تفتح به. وايضا فيه كاميرا وموجب آلي، بالإضافة حتى اللي يكون برا تقدر تهضر ولا يهضر معك وتسمعو عادي ويسمعك أيضا عادي. وزيد تقدر تتحكم فيها عبر التطبيق تاعها اللي تلقاه في البلاي ستور ولا الأب ستور. وفي التطبيق تلقى بزاف ميزات، بحيث عن طريقه تقدر تشوف شكون مع الباب، ولا تشوف شحال من مرة تفتح الباب تاعك، تسمى تتحكم فيه بشكل كامل، ويوصلك إشعارات في التطبيق بخصوص القفل ولا الباب
الباب تاعك. المهم ننصحكم كي تشروها يا اما اشروها قبل ما تخدموا البوابه تاعكم، ولا شروها بالقياسات تاع لاسيرور اللي عندكم في الباب تاعكم. ما تديروش كيما انا جبتها كبيره على لاسيرور اللي كانت عندي وليت نعاود نخدم فيها من جديد كيما راكم تشوفوا. اديتها عند جاري النجار ريقلاني مليح نقول له ربي يحفظك، حتى هو وعجبته وقال لي جيب لي وحده. المهم بعد القياسات والخدمه ركبناها الحمد لله كيما راكم تشوفوا. يلا نشوفوا كيفاش جات في الباب. خاوتي باستعمال كتيب التعليمات هذا تركب الكوفل الذكي تاعك، وزيد حتى تحط البصمه، تحط الكود، تولي تخدم بالبراسلي، يعني بهذا تلقى كلش. هام الخطوات اللي هنا كلش تلقاه لهنا. انا شخصيا استعملته باش حطيت البصمه، باش ركبته، باش درت كلش، استعملت الكتيب. تما ننصحكم اللي ما يفهمش الانجليزيه ولا تقدر ترجم بالمترجم في الهاتف تاعك، وتستعمل كتيب التعليمات باش دير كلش. هذا هو القفل الذكي في الجهه الداخليه للبيت، يعني هذا هو القفل الذكي في الجهه الداخليه للبيت، يعني الجهه اللي من الداخل. شوفوا معنا لهنا واش نلقاو لي كيب، نلقاو لي بيل. ها من لهنا تحط له 8، هادو يحكموا لك حتى العام نورمال ولا اكثر، يحكموا لك هاد لي بيل. تما ما ياكلش بزاف لهنا، ونغلقوه بهذه الطريقه. المهم لهنا تلقى باش تكادني الباب تاعك ولا، وهذا ما كانت تما ما فيهش حاجه بزاف كبيره. ولهنا لداخل تقدر تفتحو في اي وقت حبيت انت، هذا اللي كيب تقدر تفتحو في اي وقت حبيت. تما راك داخل البيت انت اللي تتحكم، بصح من برا ما تقدرش تفتحو الوقت اللي حبيت. يلا نتعرفوا عليه من برا وفي الجهه الخارجيه. بولي كيب هذا هو الشكل الخارجي تاعها، ما حبيتش نحيني له هذا باش ما تقيسهاش الغبره وكذا باسكو عندي شويه اشغال. المهم نتعرفوا على الاجزاء تاعها. لهنا نلقاو الكاميرا، هاد الكاميرا تستعملها مع التليفون تاعك. تما كيكون واحد واقف قدام الباب ولا ويصوني لك منا تلقى في الهاتف تاعك يجيك اشعار باللي السيد هذا راه يصوني لك، وتقدر تشوفه ولا تقدر حتى تهضر معاه ويسمعك باستعمال القفل هذا. تسمى هذا القفل فيه سبيكر، بعد تهضر معاه يسمعك مباشرة من القفل هذا. المهم وزيد كي يفتح مثلا واحد الباب ولا تدير انت الكود وتفتح الباب، يصورك ويبعث لك اشعار للهاتف تاعك، ويبعث لك فيديو قصير فيه بعض التواني باش يوري لك شكون الشخص هذا اللي فتح الباب ولا فتح القفل هذا. وكاين عدة طرق باش تفتح القفل هذا. اولا تقدر بالكود، ها ولا هنا كما راكم تشوفوا الارقام راهم لهنا، تفتح بالكود، وتقدر بالبصمه هاي اللي هنا. مثلا نحط هذا صبعي اللي مانيش حطه في القفل هذا، دوك تجيني بالاحمر. شتو اللي كيف جاتني بالاحمر باللي ما تقدرش تفتح. شو كي نحط هذا صبعي اللي حاطه في القفل، تجيب الاخضر ويفتح معنا القفل ها ولا هنا كما راكم تشوفوا. وتقدر تفتح حتى بهادي هاي اللي هنا، هاد لاكارت ان شاء الله راه يتبان لكم مليح. هاد لاكارت تقدر تفتح بها، تقربها فقط من هاد النقطه، راكم تشوفوا هاد النقطه اللي في المنتصف، تقربها برك تفتح. شوفوا راهي مغلوقه، شوفوا نقربوا برك هاد لاكارت اللي هنا راهي فتحت كما راكم تشوفوا، راهي فتحت بها. وتقدر تفتحها بالبراسلي هذا، يعطونا زوج كما شفتوا فتح العلبه، يعطونا زوج لي براسلي هاو لهنا كيف كيف علي. كيف تقرب برك البراسلي من هذه النقطه اللي هنا يفتح مباشره. نشوفوا راه فتح، وبالبصمه كما قلت لكم بالبصمه تحط فقط الاصبع تاعك لهنا وتفتح. راهي غلقت، نحطه الان باش تفتح، راهي فتحت كما راكم تشوفوا. هذا هو التطبيق تيا سمارت، هذا اللي تستعملوه مع القفل هذا. شوفوا معايا كيفاش يخدم، ندخلوا ليه. شوفوا معايا هذا هي الباب تاعنا ولا هذا هو القفل تاعنا. شوفوا الاشعارات هذو اللي هنا، راكم تشوفوا الاشعارات هذو كامل الوقت اللي راني نفتح ونغلق في الباب يوصلوا كامل الاشعارات مع الفيديو هاو اللي هنا، كلش مع الفيديو تاع الشخص اللي راه يفتح في البوابه كما راكم تشوفوها. وانا اللي هنا نفتح في البوابه ونصور لكم في الفيديو راكم تشوفوا فيا، يعني يدير لك فيديو فيه 4 ثواني باش تشوف شكون فتح لك الباب من قبل ولا شكون فتحها النهار هذا، كلش يوصلك لهنا. ومثلا كيصوني لك مثلا الشخص كيصوني لك لهنا، شوفوا معايا يقدر يصوني لك كاش واحد لهنا هاي لهنا، راكم تسمعوا لي كيف ان شاء الله راكم تسمعوا مليح، سمعوا كيفاه نصوني. شوفوا معايا
ان شاء الله راكم تسمعوا شغل يدير لك الصوت تاع لا سونات هذاك. هكذا ليكيب يوصلني لهنا مباشره باللي واحد راه يصوني لي كيما راكم تشوفوا. تدير الفيديو يبدا يمشي تشوف شكون راه يصوني لك. ها انا لهنا نشرح لكم. تحب تفتح له تجبد منه تفتح له، تحب ما تفتحلوش تجبد منه، ولهنا تضغط لهنا تهضر معاه تقول له مثلا شكون انت، ولا ويهضر معك حتى هو وتسمعه في الهاتف وهو يسمعك لهنا في الكوفل هذا لانه فيه سبيكر ويسمعك سبيكر قوي فور بزاف. يعني التطبيق فور بزاف عجبني هذا التطبيق، سهل الاستعمال. راه زاد جاتني يقول لي راه يصوني لك واحد. شوفوا ليكيب كيفاش نفتح. راه تفتحت، شفتوا راه تفتحت. كما تحب تفتح له ولا ما تفتحلوش كيما تحب. بالنسبه لسعر المنتج في موقع علي اكسبرس راح نخلي لكم الرابط تاعو في الوصف، راه يدير حوالي 75 اورو بدراهمنا، تقدر تكون 1,600,000 ولا 1,700,000. لكن الحاجه اللي ديرونجي ان هذا المنتج يرسلوه بالشحن السريع، تسمى تقدر كي تشريه 4 ايام ولا 5 ايام يوصلك. لكن واش هي الحاجه اللي ديرونجي؟ السعر تاع الشحن تاع الشحن السريع يكون غالي، حوالي 40 حتى ل 45 اورو، تسمى تزيد على سعر المنتج حوالي 800,000 ولا 900,000 راح يسقم لك شويه. لكن نقدروا نقولوا باللي يستحق الشراء، وخصوصا للناس اللي تكون عندهم دار كبيره ولا عندهم بوابه تطلع على الطريق ويكونوا حاطين هذيك البوابه تاع الحديد الاولى وبعدها البوابه الثانيه تاع اللوح اللي تدخل للدار، مليحه تحطوا في البوابه الثانيه هذيك. تسمى اللي كركب ولا تقدر تشوفه بالكاميرا، تقدر تهضر معاه، تقدر تفتح له الباب وانت في بيتك مثلا من فوق، ولا تقدر تفتح له الباب. تسمى منتج تاع الصح يستحق الشراء ونحتاجه في حياتنا اليوميه. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. ما تنساوش دعمونا بالتعليقات الايجابيه تاعكم ولي لايك ايضا، هكذا باش نتحفز ونواصل في نشر هذا المحتوى. بقالي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ومراجعه جديده. سلام.